مثل ما سبق وحكينا اليوم، مدارس كتير تدمرت وتضررت بغزة جراء القصف، ومن هالمدارس مدرسة راهبات الوردية بغزة. لنعرف أكثر عن وضع المدرسة اليوم واللي عاشوه خلال القصف، مستقبل معنا عبر زوم الأخت نبيلة صالح، مديرة مدرسة راهبات الوردية بغزة. مرحبا أخت نبيلة وأهلا فيكي معنا. يا هلا، أهلا وسهلا. بداية الحمد لله على السلامة. مدرستكم تعرضت للقصف، هل تضررت المدرسة بشكل كبير؟ لا، احنا ما تعرضنا بشكل مقصود للقصف، ولكن كان في جنبينا موقع عسكري تابع لحماس، وقصف هو اللي خلانا المدرسة تضررت شوية، كتير يعني أضرار كتير كبيرة. هل شي مرة فكرتوا بإقفال المدرسة لأبوابها بغزة تنتقلوا لمحل تاني؟ شو اللي بخليكم متمسكين بغزة وبهالرسالة من غزة رغم كل الخطر المحيط فيكم؟ لا طبعا، ما أظن إن الرهبنة هتسكر المدرسة في غزة، لأنه ما بيصير كل مكان بيكون في صعوبات نحن نمشي، يعني بالعكس وجودنا مهم جدا، وخاصة وقت الصعاب مع الناس. بالعكس، السيد المسيح له المجد تحمل الصليب، ما هرب من الصليب، فرسالتنا أساسية وواجب داخل القطاع، يعني القطاع اللي بيعاني من إغلاق كامل، كأننا نحن عايشين في سجن، في سجن كبير يعني داخل غزة، إغلاق كامل في كل الحدود. الناس بتعاني، وخاصة من 2008 وإحنا كل المعابر دائما مسكرة، يعني مغلقة، نعم، بس في أوقات يعني قليلة بيفتحوا وبيعطوا تصاريح للناس، وخاصة كمان نحن كمسيحيين وقت الأعياد، بس من وقت كورونا ما صار في تصاريح. طيب خلال الحروب اللي مرت عليكم أخت نبيلة وخلال هيدي الحرب الأخيرة، شو اللي أكتر شي بخوفك؟ أو أي لحظة بتحس إنه أنا كتير هلأ خايفة؟ صراحة هو فعلا الواحد رعب، لأنك أنت بتحسي الموت قريب منك، طبيعي إن احنا بنحس بالخوف، بس كتير وقت ما بيكون خلاص تسلمي حالك لربنا، نعم، فهذا بيعطيكي قوة، بالرغم إنه لو ما قلت إن أنا ما خفت أكون كذابة، يعني نحن كلنا عايشين في رعب، نعم، ولكن قوة الله، يعني الإيمان بتقويكم، هي تفعل إيمانكم بالرب بقويكم. إيماننا بالله وبيسوع، بتخليكي إنك قوية ومستمرة، نعم، وبتشجع الناس إنهم ما يخافوا، بالرغم إنك أنت بيكون في قلبك خوف. أكيد. طب أخت نبيلة، بما أنه عم نحكي عن هذا الرعب، أيام من الرعب عاشوها المواطنين بغزة اللي فقدوا أحبائهم بالحرب وفقدوا بيوتهم. كتير ناس سألوا حالهم وين الرب؟ ليه الرب تركنا؟ ليه الرب عم بيسمح أنه هيك يصير فينا؟ بتسألي حالك مرات أخت نبيلة هذا السؤال مثلك مثل كل العالم؟ هو أكيد، يعني أنا ما بشك أبدا ولا لحظة بعدم وجود الرب، ولكن هذا سؤال مطروح من المؤمنين، يعني نعم، قديش لما بيحس بيعاني من كل الجهات، وخاصة إحنا كجماعة مسيحية صغيرة في القطاع 1170 شخص، نعم، فأكيد كل الأشخاص بيسألوا وين الله، وين الله منا، ولكن مهم جدا الرجاء، الرجاء والإيمان اللي احنا مدعوين ان نثبت فيه المسيحيين، الجماعة المسيحية الموجودين في غزة، يعني نعم. في هذا الموضوع. شو بتقولي للناس لما يضعف إيمانها مرات أو بيتزعزع إيمانها لما تخاف أو لما تحس حالها وحدة؟ شو بتوجهي لها رسالة؟ كيف بتشجعيها اليوم؟ طبعا موضوع الإيمان هو نعمة من بين الشخص وبين الله، نحن كتير بنشتغل على هذا الموضوع مع الناس، وخاصة مع طلابنا المراهقين، بمعنى
إنه مهم جدا إن إحنا لما يكون عندنا ثقة كاملة بالله، وقت الصعاب هو بيقف بيحسسنا بوجوده. فمهم جدا إن إحنا نرجع للكتاب المقدس، نلتزم بالكنيسة، فاللي هي بتساندنا روحيا. هذا لا يمنع إن كلنا بشر بنكون ضعاف بعد أوقات، يعني أكيد لأنه الواقع بيحتم عليكي إنك أنت تكوني أوقات في خلاص في تساؤل كبير إنه صحيح، وين أنا في ليه عم هالعالم بيصير يعني. معي هيك؟ صحيح، وهذا شيء طبيعي كمان يحصل مع الإنسان خصوصي بحالة الحرب. أخت نبيلة، أخيرا لأختم معك، شو الرسالة اللي بتحب توصليها للعالم اليوم من غزة عبر برنامجنا؟ أولا نحن نطلب من الله السلام، السلام في قلوبنا ونفوسنا وعقولنا وبيوتنا وعائلاتنا. ثاني شيء أنا بوجه رسالة لحكام العالم إنه خلاص مهم جدا إن نحن نعمل من أجل السلام، من أجل الإنسان، لأنه صراحة شعب غزة شعب عانى كتير 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 الأمرين، يعني هذا رابع حرب. وكتير لما أنا أفكر قديش الطفل اللي اتولد 2008 لهلا عانى 4 حروب يعني. فبوجه لهم نداء خاص من غزة إنه للأسف. أن نعم، يعملوا من أجل السلام، وخاصة في الشرق الأوسط، لأني احنا كل بلداننا بتعاني من عدم الاستقرار، سوريا، لبنان، العراق، صحيح، غزة، فلسطين، القدس، كل الأماكن بنعاني من عدم الاستقرار. فهذا كتير نحن بنطلب من الرؤساء إنه يعملوا من أجل السلام وليس من أجل المصالح السياسية، لأنه في كل الحروب كل الناس خسران، كل صحيح، العالم خسران. فهذا الإشي اللي احنا بوجه للعالم نداء من أجل السلام، من أجل بناء السلام، من أجل العمل من أجل السلام. نعم. شكرا لك أخت نبيلة صالح، إن شاء الله تكون كمان هالرسالة وصلت من غزة اللي عم بتطالب اليوم بالسلام. شكرا لك أخت نبيلة صالح، هلا، مديرة وشكرا مدرسة لأنكم، راهبات الوردية. تفضلي. شكرا لأنكم لأنكم استضفتوني مشان أكون صوت لطلابي على الأقل، لأن احنا عندنا في المدرسة 1150 طالب، يعني أكبر مدرسة خاصة في القطاع، فأكون أكيد، صوت وأنت كمان عم لإلهم. بتكوني صوت سلام من غزة اليوم اللي عاشت هيدي الحرب بالفترة الأخيرة. شكرا لك مرة جديدة، والحمد لله على عفوا، السلامة. الله يخليك، شكرا، الله يبارككم.